بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا الخبر كان واحد إسباس يعني فضاء. La Chine réalise son premier amarrage en orbite lunaire. إذن الصين أن تحقق أول ربط. نتكلم عن أمار. أمار يعني أمار، المقصود به هو ذلك الحبل الذي نربط به السفينة. إذن نتكلم هنا عن الفيرب أماري، يعني أنك تربط سفينة بهذا الأمار. بهذا الأمار يعني بهذا الحبل. إذن هنا أمراج المقصود به التحام. كمالو أننا نربط مركبة بمحطة مثلا، كما تربط السفينة. إذن نتكلم هنا عن أمراج أون أوربيت لونير. إذن نتكلم عن التحام أون أوربيت. أون أوربيت يعني في مدار. نتكلم هنا مثلا عن القمر، ثم هناك مدار تكون في محطة من المحطات. نتكلم هنا عن التحام حدث في هذا المدار، مدار القمر. لاشين غيالي سون برومي اماراج اون اوربيت لونير. اذا نتكلم هنا عن لانيون. لونير يعني قمري، ليس لينير خطي. هنا نتكلم عن لونير يعني انه قمري. نتكلم عن لاليون، اذا اون اوربيت لونير، اذا نتكلم عن المدار القمر. لا سون شينوا تشينج 5. اذا نتكلم عن المسبار الصيني تشينج 5. كما نتكلم عن التغيير 5 او المرحله الخامسه او شيء من هذا القبيل، اذا نتكلم عن تشينج 5. طبعا تشينج انك تغير، اذا نتكلم عن تشينج 5. تغمان دي زيشانتيون دو لا لون سور تير. اذا نتكلم عن المسبار الصيني تشينج 5 الذي يسمى تشينج 5. كغمان دي زيشانتيون دو لا لون سور تير. غمني انك تاتي او تاتي بشيء. كغمان كما نقول انه ياتي ب ديزيشونتيون كما نتكلم عن عينات. ديزيشونتيون ياتي بعينات دو لا لون سور تير. دو لا لون سور تير من القمر على الارض، الى على الارض بمعنى اخر. اغيسي اذا لا سون شينوا تشينج 5 كغمان ديزيشونتيون دو لا لون سور تير اغيسي. إذا نتكلم عن المسبار الصيني تشينج 5 الذي يأتي بعينات من القمر إلى الأرض، أغيسي أنه نجح أسامغي أو موديول، أنه نجح في الالتحام أو موديول بالوحدة. أنه نجح بالالتحام بالوحدة بلاسي أون أوربيت، الموضوعة في مدار. هناك وحدة موضوعة في مدار القمر. المسبار نزل إلى القمر، أخذ العينة، ثم عاد فالتحم بالوحدة. هناك وحدة تدور حول القمر أن وضعت في مدار القمر. هناك وحدة وضعتها الصين حول مدار القمر. ثم هناك مسبار نزل إلى القمر فأخذ العينة ثم عاد إلى هذه الوحدة. إذن هنا نتكلم عن التحام المسبار بالوحدة. إذن لا سون شينوا تشينج 5 كغامي دي زيشونتيون دو لا لون سور تير a réussi à s'amarrer en module placé en orbite linéaire. نجح في الالتحام بالوحدة الموضوعة في مدار القمر. كما نقول هنا المدار القمري. سو ديمانش 6 ديسمبر. هذا الأحد 6 دجنبر. يوم الأحد 6 دجنبر. نتحدث عن يومنا هذا. C'est une grande première pour le programme spatial chinois. C'est une grande première. C'est une grande première. كما نقول هنا هي أولى كبيرة. المقصود هنا بأنها حادثة كبيرة. C'est une grande première. هي سابقة كبيرة pour le programme spatial chinois. للنظام الفضائي الصيني. للنظام الفضائي الصيني. La sonde Change 5. إذا نتكلم عن المسبار Change 5. Qui avait quitté la lune. الذي ترك القمر jeudi 3 décembre. يوم الخميس 3 دجنبر. Pour amener des échantillons sur Terre. Pour amener des échantillons sur Terre. Pour amener des échantillons sur Terre. من أجل أن يحمل عينات إلى الأرض. A réussi. طبعا أنه نجح. A réussi أنه نجح. نتكلم على الverbe réussir. A s'amarrer en module placé en orbite lunaire. أنه نجح أن يلتحم. المقصود أنه نجح في الالتحام. En module placé. بالوحدة الموضوعة. En orbite lunaire. على المدار القمري. En orbite lunaire.
على المدار القمري أنه نجح في الالتحام بالوحدة الموضوعة في المدار حول القمر. سو ديمونش 6 ديسمبر رابورت لي ميديا ديتا رابورت لي ميديا ديتا سو ديمونش 6 ديسمبر هذا الأحد 6 ديسمبر هذا الأحد 6 دجنبر رابورت لي ميديا ديتا أوردت وسائل إعلام الدولة أوردت وسائل إعلام الدولة المقصود أوردت وسائل إعلام الصينية المقصود هنا أوردت وسائل إعلام الصينية بما فيها الجرائد والتلفازة إلى غير ذلك. ثم عندنا سات مانوفر هاد العمل أو هاد المبادرة سات مانوفر هاد العمل سانسكريفي أنه يسجل دون لو كادر دي لامبيسيوز ميسيون سات مانوفر سانسكريفي دون لو كادر دي لامبيسيوز ميسيون إذن هاد المناورة سانسكريفي أنها تسجل دون لو كادر دي لامبيسيوز ميسيون أنه يسجل في إطار ميسيون مهمة طموحة في إطار مهمة طموحة أيون بوبيت لها كهدف دو غامني سور لا بلانيت دو غامني سور لا بلانيت بلو بأن تحمل إلى الكوكب الأزرق المقصود الأرض دي روش بروفونون دو سون ساتليت بأن تحمل إلى هذا الكوكب الكوكب الأزرق دي روش يعني صخور بروفونون دو سون ساتليت أن تحمل صخور تأتي من قمر اصطناعي بروفونون كما نقول عائدة دو سون ساتليت عائدة من قمر اصطناعي تأتي من القمر الاصطناعي الخاص بهاد المناورة السو هو هذا pour la première fois لأول مرة depuis plus de 40 ans منذ لأكثر من 40 سنة منذ 40 سنة طبعا بعد أمريكا والاتحاد السوفيتي السو هو هذا pour la première fois depuis plus de 40 ans لأول مرة أكثر من 40 سنة change 5 est composé de plusieurs parties هاد change 5 أنها مكونة من عدة أجزاء ان اوربيتور اذا نتكلم عن محطه تدور حول القمر تسمى ان اوربيتور ريست اون اوربيت لونير دوران توت لا ميسيون تبقى كل المده حول القمر هناك محطه هناك وحده تبقى فقط حول القمر تدور حول القمر ثم ان لونيسور ثم ان لونيسور طبعا نتكلم عن اليونيسور تنشوف فيها كلمه لا لون لون يعني القمر أن اليونيسور إذا نتكلم عن وحدة تنزل إلى القمر ثم هناك مسبار كما نقول ينزل إلى القمر كي سي بوزي سور لا لون إذا نتكلم عن هذا اليونيسور كي سي بوزي سور لا لون الذي ينزل الذي يوضع كما نقول أنه يضع نفسه سور لا لون على القمر هذا الوحدة ككل التي ترسل إلى القمر هناك جزء يبقى منها يدور حول القمر ثم هناك جزء منها كما نقول مركبة صغيرة أو مسبار أو شيء من القبيل أنه ينزل إلى القمر اي ان موديل دو غومونتي ثم هناك وحدة صعود اي ان موديل دو غومونتي طبعا نتكلم عن لوفيرمونتي يعني السعادة اي ان موديل دو غومونتي ثم هناك وحدة صعود دي سول فيغ لوربيت لونير فيغ لوربيت لونير سي سو ديرني إنه هذا الأخير كي الذي شارجي دي شانتيون دو سول لونير شارجي كما نقول أنه مكلف دي شانتيون دو سول لونير نتكلم عن موديل دو غومونتي اذا نتكلم عن وحدات الصعود دي سول دي سول فيغ لوربيت لونير من التراب دي سول من التراب نتكلم عن تراب القمر فيغ لوربيت لونير الى محطه او وحده المدار القمري اذا عندنا وحده تدور حول القمر وعندنا وحده تنزل القمر وعندنا وحده تطلع من القمر الى الوحده التي تدور حول القمر تشينج 5 est composé de plusieurs parties. إذن عندنا هاد الوحدة ككل المختصة بالفضاء أنها مكونة من عدة أجزاء. أن أوربيتور إذا نتكلم عن الجزء منها الذي يدور حول القمر إذا نتكلم عن غيستي أون أوربيت إذن أنه يبقى في المدار لونير القمري دوران توت لا ميسيون لكل وقت المهمة على طول مدة كل المهمة دوران توت لا ميسيون ثم عندنا أن اليونيسور ثم عندنا اليونيسور كما نقول قمريون كما نقول قمريون او شيء من القبيل اذا نتكلم عن الجزء الذي ينزل الى القمر كي سي بوزي سور لا لون ثم نتكلم عن جزء من هاد تشينج 5 كي سي بوزي سور لا لون الذي يوضع على القمر كما نقول انه يضع نفسه على القمر نتكلم عن جزء من هاد تشينج 5 كي سي بوزي سور لا لون الذي يضع نفسه على القمر المقصود انه يوضع على القمر اي ان موديل دو غومونتي ثم هناك جزء للصعود
du sol vers l'orbite lunaire et un module de remontée ثم هناك وحدة صعود du sol vers l'orbite lunaire من التراب من الأرض طبعا نتكلم عن أرض القمر du sol من أرض القمر vers l'orbite lunaire إلى مدار القمر إذا عندنا واحد الوحدة غتنزل القمر تأخذ منه جزئيات ثم هناك وحدة أخرى ستصعد عندنا وحدة غتنزل من ذاك المدار إلى القمر غتنزل من ذاك المدار إلى القمر ثم عندنا وحدة أخرى غتطلع من القمر لذاك المدار سي سو ديرني إنه هذا الأخير نتكلم علاش نتكلم عن لو موديل دو رومونتي نتكلم عن وحدة الصعود التي ستصعد من أرض القمر إلى المدار إلى حيث وحدة المدار سي سو ديرني إنه هذا الأخير كي الذي شارجي دي شانتيون دو سول لونير المكلف بعينات دو سول لونير بتراب القمر تكلم هنا عن داك المسبار اللي غيطلع من أرض القمر إلى وحدة الدوران حول مدار القمر هذه هي اللي مكلفة بالتراب ديال القمر سي سو ديرني إن هذا الآخر كي شارجي دي شانتيون دو سول لونير المكلف بتراب القمر سي تماغي ديمونش ماتا الأوربيت يعني أنه ارتبط يوم الأحد يعني هذا اليوم الأوربيت بوحدة المدار حول القمر المسبار اللي يطلع من أرض القمر يحمل مع التراب أنه التحم بالمحطة التي تدور حول القمر سيطا ماغي ديمونش ماتا الأوربيت أنه ارتبط يوم الأحد صباحا الأوربيت بالمدار سولون لاجونس دو بريس أوفيسيال شينوفيل حسب وكالة بريس بريس أوفيسيال الرسمية شينوفيل كما نتكلم عن أخبار الصين شينوفيل ليست الصين الجديدة هنا عندنا شينوفيل إذا نتكلم عن لينوفيل أخبار شينوفيل كما نتكلم عن أخبار الصين إذا نتكلم عن وكالة الصين الرسمية للأخبار أو للصحف تسمى شينوفيل تسمى أخبار الصين qui citait l'agence spatiale nationale التي ذكرت وكالة الفضاء الوطنية طبعا عندنا هنا بحال نازا بحال الديكور ديال نازا اذا نتكلم عن وكالة الفضاء الامريكية تسمى نازا هنا عندنا وكالة الفضاء الصينية اذا نتكلم هنا عن وكالة الفضاء الصينية كما نلاحظ CNSA كما نتكلم عن كنسا ممكن نقولوا كنزا على اين CNSA اذا نتكلم عن وكالة الفضاء الصينية شينوفيل إذا نتكلم عن أخبار الصين الوكالة المذكورة بريسيز أن توضح كيل ساجي لابو بيكان أنه يتعلق الأمر هنا بالنسبة لبيكين دي برومي رونديفو اي دي برومي أماراج رياليزي أون أوربيت لونير شينوفيل بريسيز كيل ساجي لابو بيكان إذا وكالة الأخبار هذه نتكلم عن أخبار الصين التي تسمى أخبار الصين بريسيز أن توضح كيل ساجي لابو بيكان بأنه يتعلق الأمر هنا بالنسبة لبيكين دي برومي رونديفو بالموعد الأول اي دو برومي أماراج رياليزي أون أوربيت لونير اي دو برومي أماراج رياليزي أون أوربيت لونير إذا وكالة الأخبار الصينية هذه بريسيز أن توضح كيل ساجي لابو بيكان دو برومي رونديفو اي دو برومي أماراج رياليزي أون أوربيت لونير اي دو برومي أماراج رياليزي أون أوربيت لونير بالنسبة للصين تقول وكالة الصين للأخبار بأنه يتعلق الأمر هنا فقط بالموعد الأول للصين اي دو برومي أماراج وبالالتحام الأول رياليزي اون اوربيت لونير رياليزي اون اوربيت لونير الذي تحقق في المدار القمري رياليزي اون اوربيت لونير المتحقق الذي تحقق في المدار القمري يعني المقصود لا زالت هناك مراحل أخرى مبرمجة هذا هو المقصود بهذا الكلام توضح الوكالة بأن هذا الأمر يتعلق فقط بالمرحلة الأولى أو كما تسميهنا بالموعد الأول المقصود أن هناك مواعيد أخرى منتظرة مبرمجة في الجدول المتعلق بهاد المناورة ثم عندنا هنا لا شين دو فياندغي لو تخوازيام بيي اغابورتي دي زيشانتيون دو لا لون لا شين دو فياندغي لو تخوازيام بيي اغابورتي دي زيشانتيون دو لا لون عندنا هنا لو فيرب دو فينير لو فيرب دو فينير لا شين دو فياندغي يعني أن الصين تصبح ستصبح لا شين دو فياندغي إذا نتكلم عن لو فيرب دو فينير يعني أصبح لو فيرب دو فينير المقصود به أصبح فنلقي عليه نظرة من حيث الصرف إذا عندنا لو فيرب دو فينير
طبعا في البريزون نقول جو دوفيان تي دوفيان إل دوفيان نو دوفونو فو دوفوني إل دوفيان هم يصبحون. طبعا في الفيتور سامبل نقول جو دوفياندري تي دوفياندرا تي دوفياندرا أنت ستصبح أو أنت ستصبحين إل دوفياندرا هو سيصبح نو دوفياندرون نحن سنصبح فو دوفياندري فو دوفياندري أنتم ستصبحون إل دوفياندرون هم سيصبحون. طبعا نقول إل دوفياندرا أو بيان إل دوفياندرا في حالة مؤنث. إذن طبعا تنشوفو دوفياندرا عدة غير أ في الأخر هو سيصبح أو هي ستصبح. طبعا عندنا هنا لاشين دوفياندري ما عندناش دوفياندرا عندنا دوفياندري هذا أي زمن. طبعا نتكلم عن لو كونديسيونيل بريزون ننزل إلى لو كونديسيونيل بريزون كما نلاحظ هنا عندنا جو دوفياندري تي دوفياندري إل دوفياندري نو دوفياندريون فو دوفياندري إل دوفياندري il deviendrait il deviendrait فما هذا ربما ستصبح بعني اللي استعملنا لو كونديسيون بريزون. لو كونديسيون بصفه عامه انه تفيد الشك. لو كونديسيون بصفه عامه وخاصه لو كونديسيون بريزون انه تفيد الشك. اذا il deviendrait هو ربما يصبح هو ربما يصبح. il deviendrait هي ربما ستصبح. طبعا لو استعملنا لو فيتور سامبل اذا قلنا il deviendra المقصود أنها ستصبح. هناك شيء من اليقين. هنا قلنا لا شين دو فياندري يعني أن الصين ربما ستصبح لو تخوازيام بي البلد الثالث أغابورتي دي زيشونتيون دو لا ليون أغابورتي دي زيشونتيون دو لا ليون ستصبح البلد الثالث الذي سيحمل أغابورتي كما نقول لجلب لجلب يعني أن ستكون ربما البلد الثالث الذي يجلب دي زيشونتيون دو لا ليون يعني عينات من القمر. Le départ de la capsule de la Lune, jeudi 3 décembre, était également historique pour la Chine. Était également historique pour la Chine. Et dans le départ de la capsule de la Lune, le départ de la capsule de la Lune, et dans notre انطلاق الكبسولة من القمر, jeudi 3 décembre, يوم الخامس ثلاثة دجنبر, était également historique. هو كان أيضا تاريخيا pour la Chine, بالنسبة للصين. Puisque c'était la première fois que Pékin faisait décoller un engin d'un corps extraterrestre. إقلاع الكبسولة من القمر التي تحمل التراب طبعا. Jeudi 3 décembre, يوم الخامس 3 دجنبر, était également, كان أيضا historique, أنه تاريخي. Pour la Chine, للصين. Puisque, madame, c'était la première fois que Pékin, puisque c'était la première fois que Pékin, madame, أنه أول مرة بأن بكين المقصود بأن الصين فازي دي كولي فازي دي كولي أن تفعل تقلع أن تعمل على إقلاع فازي دي كولي أن تعمل على إقلاع أنونجا يعني أن تعمل على إقلاع آلة تعمل على إقلاع آلة دانكور إكستراتيغيستر تعمل على إقلاع آلة دانكور دانكور من جسمين إكستراتيغيستر من جسمين خارج الأرض نتكلم على القمر. إذن طبعا هو تاريخي الأمر إذا كان التحام الكبسولة بالوحدة التي تدور حول القمر هو تاريخي فأيضا إقلاع الكبسولة من القمر التي تحمل التراب إلى هذه الوحدة التي تدور حول القمر هو أيضا تاريخي. إذا كان التحام الكبسولة بالوحدة التي تدور حول القمر هو تاريخي فأيضا إقلاع الكبسولة من القمر حاملة التراب إلى هذه الوحدة التي تدور حول القمر إقلاعها فقط من القمر هو أيضا تاريخي. إذا الكاتب يقول لو ديبار دو لا كابسول دو لا ليون لو ديبار دو لا كابسول دو لا ليون إقلاع الوحدة من القمر جودي 3 ديسمبر يوم الخامس 3 دجنبر إيتي إيغالمون هيستوريك بور لا شين إيتي إيغالمون هيستوريك بور لا شين هو أيضا تاريخي بالنسبة للصين. بويسكو سيتي لا بروميييغ فوا مادام أنه أول مرة كو بيكان فازي ديكولي بأن الصين تستطيع تقلع تقلع ماذا؟ أنونجا آلة دان كور إكستراتيغيستر من جسمين خارج الأرض دان كور إكستراتيغيستر كما نقول جسم خارجي للأرض نتكلم هنا على القمر. طبعا الصين من على الأرض تستطيع أن تقلع آلة من فوق القمر بعيدة عن الأرض. ليزيشونتيون دابور بلاسي دون لو موديول ليزيشونتيون دابور بلاسي دون لو موديول دو رومونتي. طبعا ليزيشونتيون نتكلم على العينات دابور بلاسي اولا توضع دون لو موديل دو رومونتي دون لو موديل دو رومونتي في وحدات
الصعود في وحدة الصعود ont été transférés dans une capsule de retour. Ont été transférés dans une capsule de retour. Ont été transférés dans une capsule de retour. Transférés. يعني أن تفرغ. إذا نتكلم عن العينات التي أتت من أرض القمر إلى المدار. وحدة الصعود صعدت بهد التراب من القمر إلى وحدة المدار. طبعا هاد وحدة الصعود ستفرغ محتواها dans une capsule de retour. في كبسولة العودة. في كبسولة العودة. dans une capsule de retour. إذن تلك الوحدة التي صعدت من أرض القمر إلى وحدة الدوران حول القمر ليست هي التي ستأتي إلى الأرض، بل ستفرغ محتواها في وحدة أخرى ستعود إلى الأرض. les échantillons d'abord placés dans le module de remontée. إذن نتكلم عن العينات التي وضعت في وحدة صعود ont été transvasées. أنها أفرغت dans une capsule de retour. أفرغت في كبسولة العودة. qui effectuera le voyage vers la planète bleue. Effectuer, أنك تنجز. qui effectuera, التي ستنجز, le voyage vers la planète bleue. qui effectuera, طبعا نتكلم عن la capsule de retour. نتكلم عن كبسولة العودة. qui effectuera, التي ستنجز, le voyage vers la planète bleue. التي ستنجز السفر vers la planète bleue. السفر نحو la planète bleue. السفر نحو الكوكب الأزرق. التي ستنجز السفر vers la planète bleue نحو الكوكب الأزرق selon Chinovel. الآن نرى مرحلة الهبوط إلى الأرض طبعا التي لم تقع بعد. si le retour sur terre se déroule sans encombre, إذا العودة إلى الأرض se déroule أن تجرى. si le retour sur terre se déroule sans encombre, إذا العودة إلى الأرض se déroule, إذا العودة إلى الأرض أجريت se déroule sans encombre بدون عائق. la Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons. La Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons. إذا العودة إلى الأرض أن حدثت أن جرت sans encombre بدون عائق. La Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons. يعني أن الصين ستصبح لاحظونا deviendra أن ستصبح عندنا لو فيتور سامبل يعني إذا حدث هذا الأمر ستصبح حقيقة وليس أمرا مشكوكا فيه. La Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons. ستصبح الصين تالت بلد تجلب منه تجلب من القمر des échantillons عينات. Après les États-Unis, بعد الولايات المتحدة الأمريكية, l'ex-URSS. Si le retour sur Terre se déroule sans encombre, la Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons. Si le retour sur Terre se déroule sans encombre, إذا جرت العودة بدون عوائق, la Chine deviendra, الصين ستصبح le troisième pays. البلد الثالث à en rapporter des échantillons. الذي يجلب منه des échantillons. الذي يجلب من القمر عينات. Après les États-Unis, بعد الولايات المتحدة الأمريكية, l'ex-URSS, والاتحاد السوفيتي سابقا. ex تعني سابقا. l'ex-URSS. La dernière tentative était soviétique. La dernière tentative était soviétique. المحاولة الأخيرة كانت سوفيتية. avec la mission inhabitée. مع المهمة الغير معتادة لونا 24 طبعا لونا 24 avec la mission inhabitée مع المهمة الغير معتادة لونا 24 لونا 24 mené avec succès en 1976 mené avec succès en 1976 التي تمت بنجاح في 1976 طبعا عندنا لوفر mené يعني انك تقود شيئا mené انك تقود تقود شخصا او تقود شيئا اذا نتكلم عن لونا 24 mené ماني كما نقول المقتادة يقودها أشخاص وعلماء إذا نتكلم عن ماني أنها مقتادة avec succès مقتادة بنجاح التي اقتادى أشخاص بنجاح avec succès en 1976 في 1976 le module arrive mardi إذا نعود إلى الصين نعود إلى الصين le module arrive mardi sur la lune le module arrive mardi sur la lune. إذا نتكلم عن الوحدة التي وصلت يوم الثلاثاء على القمر لو موديول أغيفي ماردي سور لا ليون. إذا نتكلم عن الوحدة التي وصلت يوم الثلاثاء على القمر طبعا نقول هنا لو موديول أغيفي الوحدة واصلة الوحدة واصلة المقصود الوحدة التي وصلت ماردي يوم الثلاثاء سور لا ليون على القمر يا في ديبلوي
لو فيرب ديبلوي المقصود بأظهر نشر استعرض. لو فيرب ديبلوي المقصود بنشر استعرض أظهر. يا في ديبلوي كما نقول أن نشرت فيه أو استعرضت فيه. لو درابو شينوا العلم الصيني. لو درابو شينوا العلم الصيني. لو موديول أريفي ماردي سور لا لون. لو موديول أريفي ماردي سور لا لون. إذا نتكلم على الوحدة التي وصلت يوم الثلاثاء على القمر. يا في ديبلوي لو درابو شينوا وضعت عليه أو نشرت عليه أو استعرضت عليه العلم الصيني. Selon des images diffusées par la télévision publique CCTV. Selon des images diffusées par la télévision publique CCTV. حسب الصور بثت par la télévision publique من خلال التلفاز العام CCTV. من خلال التلفاز العام CCTV. Diffusées par la télévision publique. كما نقول أن بثت طبعا نتكلم على الverb diffuser يعني بث أو نشر. إذا ديفوزي بار لا تيليفزيون بيبليك كما نتكلم عن أن بثت من خلال التلفزة العامة أو التلفزة الوطنية سي سي تي في تسمى سي سي تي في. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.